بس كلام. طبعا احنا يا جورين يا وليد بسحب اني نعرفك بفقرتنا لسه فاكر انا عرفتك من امبارح انا اعرف هي فقره ناخذ القديم اغانينا القديمه ونفكرها نفكر الناس بها بس كانت اغاني اللي سمعناها من شباب تو حاليا وما نعرفوش من يغني فيها فنرجع نلقوا ان مثلا يغني فيها فريد الاطرش يغني فيها عبد الحليم فاحنا اليوم نبغى نفكرهم باغاني ليبيه قديمه زي ما انت حتغني لنا طبعا لصديق بالحاج وحتغني لنا لي صح ولا صديق بالحاج ايه أه. ليش اسمه تحدي تحدي لا مفيش تحدي هذا لا لسه فاكر لا لا ما بدي هيك ما رح نستعمل اتصالات لا مش حنستعمل اتصالات ليش انا رح ابكي شوفوا لي كلينكس لو سمحتوا بدي ابكي الهوي بس شوفي مش تحدي حل يعني يلا نسمع غنية اول اغنية يا ريت تحكي لنا عليها اللي هي اغنية لميني وشن اسم الاغنية صديق بالحاج أها. الأيام تمشي هذه من أغاني القديمة صديق بالحاج طبعا من الفنانين اللي بين القدامى اللي غنوا الراقي وغنوا الناس قدم صديق بالحاج الناس قدم يلا نسمع مع بعضنا يلا عودي للأيام والذكرى
تفكري ما باللي كان قصة قصة حبي ليك قلبي فيها طاب عودي عودي للأيام وتذكري ما باللي كان يا حياتي يا حياتي يا حياتي يا حياتي. شكرا لك يا سيد وليد ورائع جدا هالأغنية. أنا استمتعت بالحاجة. استمتع أول شكرا. مرة بسمع الغنية فكرة. طبعا طبعا استمتعت أكيد. جدا وحبيت الغنية يسلم إيديك. أغنية قديمة جدا طبعا وما زلنا في فقرة لسه فاكر أخذنا أغنية لسه فاكر للصديق بالحاج. وعد الثاني مش بس كلام.